منذ نحو 9 أشهر وأنا على هذه الحال، عندما أخرج من المنزل أو أذهب إلى مكان عملي أضع الكمامة على وجهي، وكذلك الحال عندما أستقبل الضيوف في منزلي، كل ذلك بسبب عملية تجميل فاشلة. تصغير وتكبير، شفط للدهون وشد للوجوه، هوس بات يشغل الكثيرين حول العالم ويشكل مورداً مالياً وتجارةً رابحة. في إقليم كردستان العراق تنتشر اليوم مراكز التجميل التي تشهد إقبالاً واسعاً من النساء والرجال أيضاً وبمختلف الأعمار لإجراء العمليات التجميلية بأنواعها، مثل عمليات الأنف والحواجب والشفاه ونحت الجسم وغيرها. العمليات التجميلية قد تصحح العيوب وتخفيها، ولكن من ناحية أخرى قد تؤدي إلى تشويه الوجه والجسم بشكل سيء، وتترك آثاراً سلبية تصعب معالجتها، وتحقق نتائج عكسية بعيدة كل البعد عن الجمال. أجريت عملية تكبير للشفتين من خلال حقن مادة الفيلر، وفي ذات الوقت حقنت بعض تجاعيد وجهي بواسطة البوتوكس مع حقن أبر البلازما، وذلك لتحسين مظهري. هذا هو التقليد المتبع حالياً بين الفتيات. تقريباً كل 3 أشهر أراجع مراكز التجميل في أربيل وأنتقل من مركز إلى آخر، لأن الأطباء نصحوني بعدم الانقطاع، علماً هي مكلفة ولكن وضع الاجتماعي يتطلب ذلك. عندنا الأنثى بالشرق الأوسط بمجتمعنا عندها نظرة دونية تجاه نفسها، والرجل كذلك عنده نظرة دونية تجاه المرأة. هذا يعني ما رد نتطرق له بعيدا عن موضوعنا، لكن سألتيني عن السبب، هو هذا السبب، لأن هي تحس نفسها فئة أدنى تحتاج أن تضيف حتى ترضي الرجل اللي هو تعتبره فئة أعلى من عندها. أكيد بالتأكيد أسعار إجراء عمليات التجميل تختلف من مركز إلى آخر ومن طبيب إلى طبيب حسب المنتج المستخدم، وتتراوح أسعار هذه المنتجات بين 60 إلى 300 دولار. لغاية الآن أنفقت على إجراء العمليات التجميلية قرابة 8000 دولار، وفي كل زيارة إلى المركز أدفع ما يقرب من 300 دولار. طبعاً الأسعار مبالغ فيها باعتبار المواد المستخدمة في التجميل مستوردة. عمليات التجميل خارج العراق، تركيا، أردن، ماكو أقل من 10000 دولار. لكن هسه بكثرة المراكز، كثرة الدكاترة، لأنه صار تجارة، والتجارة مع الأسف، فمثلاً أنا أشتغل ب 2000 دولار، في دكتور يشتغل 600 دولار، فتيجي لعندي يقول خلاص رجع دكتورك. اگر وقت درسك لجياني خم باسيب كم؟ تجربتي كانت قاسية جداً مع عمليات التجميل، وأشعر بالندم الشديد عليها. لقد أخطأت بحق نفسي وعائلتي وابني، ولا أريد تكرار هذه العملية مطلقاً. فبعد أن أجريت عملية حقن الفيلر، كنت أظن أنني سأبدو أجمل من السابق، ولكن ما حصل هو العكس تماماً. فقد بدأت أشعر بالألم الشديد في شفتي اللتين التهبتا وبدأتا تتورمان، حتى صارت الشفة العلوية أكبر من السفلية بوضوح. وحينما عدت إلى الطبيب مجدداً بدأت أتعالج من الأثار السلبية التي لحقت بي.
أذكر بعد إجراء العملية استيقظت صباحاً وتفاجأت بمنظر شفتي المشوهتين. استغربت حينها وخفت كثيراً وبكيت، واتصلت بالطبيب الذي هدأني قليلاً. وحينما ذهبت إلى عيادته حاول تهدئتي لأنني كنت أشعر بألم كبير. عالجني وقال لي ستتعافين مساءً، وهو ما لم يحدث، إذ لم أشعر بتحسن أبداً، وتفاقم الموضوع معي حتى وصل الورم إلى وجنتي. وبمرور الوقت اكتشفت أن المادة المحقونة كانت رديئة المنشأ، وصرت أتردد على عيادة الطبيب كل 3 أيام لتذويب مادة الفيلر. في دائرة صحة أربيل كما في دوائر صحة باقي محافظات إقليم كردستان، لدينا فرق عديدة للمتابعة والإشراف على كافة مراكز التجميل وعيادات أطباء الجلدية والتجميل والمستشفيات الأهلية المتخصصة للتأكد من التزامهم بشروط ومعايير وزارة الصحة وتطبيقها بالشكل المطلوب، بدءا من العاملين فيها والذين يشترط أن يكونوا من ذوي المهن الطبية وأطباء متخصصين بأمراض الجلدية والتجميل، ثم المواد والأدوية المستخدمة وصلاحيتها، إضافة إلى نظافة المكان وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوات الطارئة المحددة من قبل وزارة الصحة إقليم كردستان. أكو فيلر بعد 2-3 سنين صار عنده مشكلة بسبب المواد، ما تعرف شنو المواد. الدكتور اللي استعمل هذا المادة لازم يكون عنده مادة ثانية للمواد إزالة، ومواد صار يعني هو المادة الأصلية 180 يورو. شو أنت تسوي ب 20,000 40,000؟ ما أعرف. كلها صارت تجارة، صارت مع الأسف. في مرضى يعني يروح يسوي فيلر عند الدكتور ما عجبه، بعد أسبوع يروح دكتور ثاني، دكتور الثالث. فهي 3 مواد مسممة بالفيلرية على الوجه، ليش يعني بنفسها تخرب وجه؟ المركز الذي أجريت فيه حقن الفيلر هو مركز معروف جداً ويجري عمليات تجميل للمشاهير، لكن الطبيب أخبرني بأن السبب وراء ذلك هو أنني حقنت شفتي سابقاً عند طبيب آخر فاختلطت المادتين، لكن هذا غير صحيح لأنني زرت الطبيب بعد مرور 7 أشهر، وكنت في السابق أحقن شفتي كل 3-4 أشهر، ولم يكن لدي أي عائق لأقدم شكوى ضد الطبيب، لكنني فوضت أمري إلى الله، وأخبرني الطبيب أيضاً بأنه سيعالجني. ومنذ ذلك الحين أراجع عيادة طبيب نفسي لتلقي العلاج من الآثار النفسية التي خلفتها هذه الحادثة. المشكلة في حال حصول أي تشوه أو عيب عند إجراء عملية تجميل هنا لا يعالجها الأطباء الآخرون، لذا اضطررت للذهاب وتلقي العلاج عند نفس الطبيب الذي أكد لي بأنه سيعالجني ويعيد وجهي مثل السابق. هو الحالة حدثت، التشوه اللي حضرتك ذكرتيه هو حدث ما لها يد بعد بالتغيير، أي تغيير راح يكون ما راح يرجع للحالة الطبيعية اللي أصلاً هي رادتها، تمام؟ فهنا هي عندها خيارين، ماكو ثالث، يا اما حتعيش ويا هذا الموضوع برفض، يا اما حتعيش بتقبل وبارتياح، حتى لو كانت نسبه الارتياح 50%، احسن ما تعيش برفض 100% او 200% مأثر عليها. فهنا نتجه للمعالجه النفسيه. بعض عمليات التجميل تكون مكلفه للغايه ولا يخضع لإجرائها سوى فئة قليلة من النساء والرجال وتستطيع دفع تكاليفها، وهناك عمليات أخرى في متناول أيدي غالبية النساء والفتيات لأن أسعارها تكون مناسبة، ما يدفعهن إلى تكرار الزيارة أكثر من مرة في العام الواحد. وقت الحاضر بلي يجون الناس على تجاعيد الوجه، قبل ما كانوا يجوني قبل 5 سنين، هسه يرجعون وزاد عددهم. نسبة النساء تقريبا فوق 75%، لأن صار موضوع موضة. يعني تجيني مريضة أنفة
أجمل ما فيها ماكو، هي حالة نفسية وتريد تسويها وتروح أكثر من دكتور ومركز تسوي عملية وما تعجبها، لأن مشكلة مش بالعقل، مشكلة من وهم فتريد تسوي، تروح عند الدكتور يقول بعد أسبوع ما عجبني النتيجة، هو أصلا النتيجة بعد 9 شهور سنة، تروح ترجع نفس الدكتور خلال 3 شهور تسوي من جديد، وأنا في منطقة حساسة، فتصير مشكلة بين المريضة نفسيتها والدكتور، أو تتغير من دكتور إلى دكتور من مركز لمركز، هاي المصيبة. شوف إنه صار أكو هوس بعيدا عن المنطقية، بعيدا عن الشيء اللي يخدمني أني، هنا لا، هنا هاي ظاهرة نلتفت لها نشوف شنو جذورها، فمن دا يصير هذا اوكي سبب هي سوت عمليه مثلا، ليش بعدين تريد تسوي مره ثانيه وثالثه لحد تكون ما مقتنعه؟ هنا لا، هنا هذه لازم اكو وقفه، هنا لازم تروح تشوف نفسيا هي شنو بداخلها، مثلا تكرير هذا الموضوع يعني بالشهر الواحد مثلا تروح مرتين او ثلاثه تسوي اجراء، او مثلا الانف تسوي فد 4 عمليات، هنا لا، هنا اكو مشكله، مراضيه دائما، مراضيه دائما، مراضيه، فهنا هنا تلتفت افضل من الداخل، الإصلاح من الداخل، حتى من يصير أي إجراء، أبسط إجراء هي تكون مرتاحة به. أوجه نصيحة لجميع الفتيات والنساء عامة، في حال أقدمنا على إجراء أي عمليات تجميل وحصل فيها أي خطأ أو تشوه مثل ما تعرضت له، فعليهن أن يدافعن عن حقهن ويقدمن شكوى ضد الطبيب المختص، لأن السكوت عن الحادثة يجعلها عرضة للتكرار، فالمطالبة بالحقوق تجعل هذه المراكز تفكر 1000 مرة بإتمام عملها على أكمل وجه تفادياً لتشويه سمعة عملهم. يعني صالون نسائي جايبة واحدة من إيران، من تركيا، من لبنان، من سوريا، تشتغل بكيف إلى أن يتورطون، لما يتورطون المريضة هي اللي تخسر. لازم يكون رقابة، النقابات والوزارة يعني تضغط على هاي الشغلات، على الصالونات، يعني تسكر صالون نسائي بعد 3 أيام وتنفتح من جديد، شنو هاي؟ أكيد سوف يتعرض كل من يخالف مهما كانت شهرته إلى مساءلات وعقوبات قانونية، بدءا من فرض غرامات مالية ومرورا بغلق مؤقت ثم سحب رخصة العمل وغلق المركز نهائيا، ولكن في الكثير من الأحيان نحتاج إلى شكوى، وهذا أمر مهم على المتضررين إدراكه. كما أشرنا إليه، الهوس بالجراحات التجميلية في إقليم كردستان لم يقتصر على النساء فقط، بل تعداه كذلك إلى الرجال أيضا. سنتعرف على قصة أحدهم في مدينة أربيل، ولكن بعد أن نأخذ وقفة مع فاصل قصير. في عام 1997 تعرضت لحادث كسر في غضروف الأنف أثناء مباراة لكرة القدم، ما أدى إلى انحراف أنفي وتشويه مظهره بالكامل. خضعت على الفور لعملية جراحية، ولكن للأسف الغضروف لم يعد إلى مكانه وتغير شكل الأنف وحجمه تماما بشكل لا يليق بإظهاره أمام الكاميرا. هو اللي اغلب اللي دا يصير انه هو احنا نسميها عدوى، يعني شلون نتيجه المقارنه بالاتجاه الاجتماعي من الناحيه الاجتماعيه، يعني ما نريد نقول نسيسها ونقول انه هي غيره، نو خلينا نسميها عدوى، انه
وحده تريد تسوي مثل الثانيه تثبت انه من الناحيه الاجتماعيه انه هم متساويين ماكو فرق. هذا فيما ظاهريا. لو جينا على الموضوع النفسي نحكي عليه بالديب انه اصلا الوجده تتجه النساء لهذا الشيء، وعلى فكره وحتى الرجال حاليا همين نسبه كبيره من عندهم. فهنا هو عدم تقدير للذات، اكو بالداخل اكو اساءه ما تعرض لها هذا الشخص اثناء الطفوله، اغلبها صدمات من الطفوله. الطبيب الذي أجرى لي عملية تعديل الغضروف في ذلك الحين أجرى لي أيضا جراحة تجميلية بسيطة، حينها لم يكن قد شهد الإقليم التطور الحاصل حاليا في العمليات التجميلية. حاولت إجراء عملية تجميل ثانية ولكن وضع المادي حينها لم يسمح لي بذلك، ولم تكن عمليات التجميل منتشرة بكثرة في تلك الفترة. حاليا أرغب كثيراً بإصلاح التشوهات التي نجمت عن العملية القديمة وتحسين صعوبة التنفس وعلاج الشقيقة. لهذا راجعت العديد من عيادات أطباء التجميل هنا في أربيل، أغلبهم نصحني بإجراء عملية شاملة، منها كسر عظام الأنف وأخذ الغضروف من مكان آخر، وعلي أن أتوقع بعض المخاطر منها النزيف ومشاكل التخدير وتعقيد صعوبة التنفس. يتأكد من دكتور يقعد وياه ويشوف النتائج أو يشوف الحالات ويعطيه ضمان كم، لأن بالطب ما في شيء اسمه 100%، يعطي يعني 80% معقول، 70% معقول. فرق يزور زنزاري وهي دكتور. كلفة عمليتي تتجاوز 8 ملايين دينار، أي بحدود 6,000 دولار، ناهيك عن تكاليف المراجعات ما بعد العملية والأدوية. بصراحة الأمر معقد، كل ذلك ماذا لو أن العملية فشلت للمرة الثانية؟ لست مستعدا لتكرار خطأ ذلك الطبيب. إلى الآن صرفت ما يقارب من 3,000 دولار للعلاجات والمراجعات وغيرها من الأمور. هو حالة الجمال أو حالة التقبل للآخر هي هو إحنا بشر، إذا رجل وإذا امرأة، هو إلى تكوينه وسايكولوجيته وأني إلى تكويني وسايكولوجيتي. مثل ما أني يجذبني الشيء اللطيف هو كذلك يجذب الشيء اللطيف. فهنا هي هم أنا أسميها بالعكس حالة وعي لطيفة، أنه الرجل يكون مهتم ومعتد بنفسه، بس بعيدا عن الإسفاف حتى لا تتأثر طاقته الذكورية بهذا الموضوع، يعني يكون مايل للطاقة الأنثوية. تمام، يعني اتس اوكي، يعني يهتم بنفسه يعتد بروحه اذا عنده مشكله اذا عنده خلل، بس مو يروح باتجاه يعني المجتمع يكون عليه فد وجهه نظر مو لطيفه. كردستان وشارع هلال بتايبتي بلي. هنا في أربيل هناك الكثير من الحالات لأشخاص خضعوا لعمليات تجميل لكنها لم تنجح، بل فشلت، كأن تكون إحدى الفتحتين أكبر من الأخرى، أو الشكل مشوه، أو إجراء العملية للمرة الثانية والثالثة ولم تنجح أيضا. هذا أثر على معنوياتي ورغبتي بإجراء العملية من عدمها. هناك أشخاص أعرفهم تماما يعانون من مشاكل نفسية وصحية بعد فشل عمليات التجميل بسبب أخطاء طبية من قبل أطباء قليلي الخبرة في هذا المجال. استخدام حقن الفيلر والبوتوكس بات رائجاً في بعض الصالونات النسائية، خاصة في الأحياء الشعبية والقصبات والنواحي التابعة للمدن، حيث تستخدم بعيداً عن المفاهيم الطبية والصحية، ولا يختلف الأمر كثيراً في مراكز التجميل، الأمر الذي يثير التساؤلات عن الدور الرقابي لوزارة الصحة في إقليم كردستان وأسباب إهمال مراقبة هذه الظاهرة.
نحن كدائرة صحة أربيل نعمل بالتعاون مع مجلس المحافظة وقائم مقامية المدينة لضبط من يخالف الشروط التي حددتها وزارة الصحة في إقليم كردستان، والتي بموجبها منحت تلك المراكز والمستشفيات رخصة مزاولة عملها. أجزم بأن غالبية عمليات التجميل في الأنف هي تقليد نعمة فقط وليست بسبب شكل الأنف الحقيقي. حالياً تستطيع أن تميز بكل وضوح من أجرى عملية تجميل عن غيره، أشكالهم تقريباً متشابهة، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للذين يحتاجون إليها فعلاً. بالنسبة لحالتي أرانا عملية التجميل ضرورية جداً، لأنها ستصلح الخلل والتشوهات التي أعاني منها منذ سنوات عديدة. في السابق كان أنفي نحيفاً وصغيراً، أما الآن منتفخ ومائل وغير متجانس، كما أن لون الجلد يختلف عن باقي أجزاء وجهي، بينما لا داعي لعمليات التجميل بالنسبة لكثير من الرجال. المريضة بعد 18 سنة مثلاً عملية التجميل الأنف لازم يكون أكثر من 18 سنة، وعمليات الأخرى بسيطة إكسوارات أوكي، بس العملية أنا بالنسبة لي بعد الأربعينية المرأة والرجل يحتاج تجميل، خاصة تجاعيد الوجه. نعم، أعرف أشخاصاً تعرضوا لحوادث كانت نتيجتها تشويهاً في ملامحهم، ولكنهم إلى الآن لم يقوموا بعمليات تجميل، ربما بسبب الوضع المادي. الأكثرية هم من خضعوا لعمليات تجميل بسبب حوادث السيارات أو الشجارات أو الحروق البسيطة وغيرها، بينما يفترض أن تكون لدينا مستشفيات حكومية متخصصة لأنها نجمت عن حوادث حالها كحال أمراض أخرى. لا تتصور كم تسيء حالة المريض النفسية والصحية بعد عملية تجميل فاشلة، لأنه ما قبل العملية هناك أمل في التغيير، سواء من تشوهات خلقية أو نتيجة حوادث عرضية أو تحسين للمظهر، ولكن إذا فشلت العملية سيتلاشى هذا الأمل تماما وتفقد الثقة بالطب أيضا كما حصل معي. أكيد لازم تقفل هذه المراكز، لأن مريض ليش تدفع الثمن وأنت تسوين مشكلة حالة نفسية له؟ في مرضى جاء لعندي 6 شهور ما كان يطلعون من بيت متصور التشوهات، وهذا إنسان، وإحنا أحد مهنتنا مو طب، طب إنساني. هل الإنسان يكون راضي عن ذاته من يحس إنه هو محتاج يضيف أي شيء سواء خارجي أو داخلي؟ خلي يلتفت بالبداية، إحنا التكنولوجيا كلش ممتنين لوجودها، كلش ممتنين للتقدم اللي دا يصير، وكل شيء هو دا يخدمنا وبصالحنا، لكن خلينا نكون واعين وأذكياء إنه شلون نستخدمها اليوم. خليني أستخدمها وأني مرتاحة ومستمتعة، مو أستخدمها وأني بداخلي مشاعر رفض وعدم تقدير الذاتي. عمليات التجميل لا تحمل عصا سحرية لإيقاف الآثار التي يتركها الزمن على وجه وجسد الإنسان، ولكنها قد تخفي وتعالج بعضها وتجمل البعض الآخر، إلا أن التجميل سلاح ذو حدين يتطلب استخدامه مهارة وخبرة ومعرفة، ويبقى جمال الروح يأبى أي شيخ. إلى اللقاء.